نفسه اتقطع. فعلا وشك مخطوف ولونك مخطوف كده من اول الصبح. ده من السهره بتاعت امبارح. اصل انا سهرت سهره انما ايه حاجه كده من بتوع الف ليله وليله. والنبي طب احكي لي احكي لي بقى احكي من المواضيع دي بتطربني وتشجيني. لا بس لما اخلص الحصه لا يكون نظم رايبنا ولا حاجه كده. طب وانا بوصلك بعربيتي ابقى احكي لي على كل حاجه. انا مستنيك. يلا انت اهو هاب 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 هاب. معقول اللي بتقوله ده يا مرسي؟ والله زي ما بحكي لك كده. يبقى اتفتحت لك طاقه القدر. ليه القدر تفتح لي عشان سهره زي دي؟ يا بني ادم خليك على مستوى الموقف. موقف ايه؟ من خلال ست زي دي ممكن تنقلك مدرسه مستريحه فيها تلامذه متريشين بياخدوا دروس بالعمله الصعبه. او ممكن تكلم لك حد ينقلك مدرسه جنب البيت على الاقل تترحم من بهدله المواصلات. بشرفي انا لو مكانك وبمعرفه زي دي ممكن ابقى ناظر مدرسه في اسبوعين. طب واقف هنا ايه مش مروح؟ لا هطلع عند واحد دكتور في العماره دي. دكتور ايه سلامتك؟ لا ده عشان والدي فاهم اللي عنده تحليل. هطلع اطمن عليه. سلام عليكم. عدم الانجاب منك انت يا مرسي. بالله ازاي يا دكتور؟ ده انا كويس قوي يعني كويس. دي حاجه ودي حاجه. طب والعمل؟ انا ممكن ابدا معاك علاج من دلوقتي لكن لازم يكون مفهوم من الاول ان العلاج ده هيطول شويه وانا ما اضمنلكش النتيجه. ويا سيدي خليها على الله. طيب لو شفت والدي يا دكتور ما تبقاش تجيب له سيره عن الموضوع ده. انت عارف كل اب في سنه نفسه يبقى جد. اطمئن ده هيفضل سر بينا وربنا يقدم فيه الخير. وبعدين بقى يا مرسي انا مش عايز احس بانك متضايق. غصب عنا يا دكتور العيشه بقت غل. لا ملا عين ولا بنون محصلين. نهايته ما حدش يقدر يكمل ايه. السلام عليكم. مساء الخير يا عرس. اهلا يا استاذ مرسي. يا ترى الست سلوى موجوده؟ ايوه موجوده. اتفضل اتفضل. دقيقه واحده ساعات البيت هديها الخبر. محمود المليجي. نعم يا استاذ. حضرتك الاستاذ محمود المليجي. استاذ محمود المليجي الممثل. انت قوي سينما؟ ابدا ده انا حتى ما رحت السينما من ايام ما كنت في ثانوي. انما ايه اللي خلاك تفتكرني محمود المليجي؟ قعدت حضرتك كده والقبه اللي حضرتك فيها والحته دي اصلها كمان زلحه يعني ما فيهاش شبه الاستاذ محمود المليجي في فيلم هذا جناه ابي. بس المليجي ما كانش في الفيلم ده. أنا شفته وفاكره كويس. يبقى لازم فيلم هذا جناه أمي. مفيش فيلم بالاسم ده خالص. يبقى فيلم هذا جناه أخي. هو الفيلم أنا فاكره إن كان في حد بيجني على التاني يعني. وإزاي الأستاذ فايز شوقي؟ بتشوفه حضرتك؟ فدام ما طلعش المليجي على الله يطلع شخصية مهمة في التربية والتعليم ساعدنا في الحكاية. أهلا وسهلا. اتفضل يا دكتور. دكتور يا نهار اسود ده تكون عيانة. أنا عارف حظ المنيل وكان ازاي الحلاوة امبارح. المرة دي أنا اللي هقول وأنت اللي هتسمعيني. أرجوك تقدر ظروفي. في استحالة إني أحتفظ بالطفل يا دكتور. يا سلوى هانم بكل أسف أي عملية إجهاض فيها قطوع على حياتك وأنا مستحيل أعملها. وما تنسيش إن أنا حذرتك كتير قبل كده. طب والعمل؟ والله الحمل لازم يكمل. أنا أمل كبير فيك يا سلوى هانم إنك تساعديني. أنا وقعت من السما وأنت استلقيتيني.
معقول معقول برضه. مفيش مانع الواحد يدعي لها دعوتين، ويا سلام بقى لو اتحمق في وسط الكلام ودمع عينيا ترغرغ بالعياط وتنزل دموع، ساعتها هصعب عليها، هتاخدها الشهامه وهتعمل اللي انا عايزه. حلو حكايه الدموع دي، تنزل دمعتين. اي حاجه انا في العيال. سوي. مع السلامه. دقيقه واحده، حد خبر للهاني. ازاي اخلف زي كل الناس ما بتخلف؟ هكتبه باسم مين؟ هي دي ليكي حق برضو، مش حلوه شويه. بقول ايه يا روحي، ما تجربي تاني مع فهمي بيه ولا رمزي بيه ولا فوزي بيه؟ اصل فوزي بيه ده طربش قوي، يمكن رجله تيجي. يا اختي قومي تلحلحي كده، شوفي حد من البهوات، يمكن ربنا يكبر بخاطرنا ونلاقي لك حد يتجوزهولك. وبعدين معاك يا نرجس، احنا هنهزر؟ راجل من دول ما دام طالع لوحده مستحيل يتجوزها. يا سلام، يا ما ستات زينا واكتر مننا وبرضه بيتجوزوا. بس بيتجوزوا مين؟ بلطجيه اما مغفلين مش عارفين حقيقتهم. ها يا مدام. ايه يا عباس؟ بص يا فندم، بتاع امبارح قاعد تحت شويه، بص تلاقيه قاعد عدل وشويه يكلم نفسه. يوه يا عباس، وزعه باي حاجه. حاضر من عينيا. انا مش رايقه له النهارده. استنى يا عباس. استاذ عباس لو سمحتي. جرى ايه عيبس؟ عيبس معلش. بقول لك ايه؟ ايه؟ هو ده الجدع بتاع تحتمس؟ تحتمس؟ او النبي بين له، هو اصله شكله اثري. طب كويس، خليه يستنى تحت. سلوى نزلوا حالا دلوقتي. انا يا جميل. تقول ايه يا نرجس؟ بشرفي اللي ما حلتيش غيره. انت بنت حلال مصفيه وهم جدعيالك. ادي كل حكايه يا سلوى هاني. قول لي يا مرسي، انت ليه ما بتديش دروس خصوصيه وتزود دخلك زيك زي غيرك؟ في الحقيقه يا سلوى هانم، انا فكرت كتير في الحكايه دي، بس رجعت تاني استحرمت. تعرف سيادتك العيشه زي ما صعب عليا صعب على غيري. الاب من دول ريقه بينشف قبل ما يربي ولاده ويكفيهم اكل وشرب. نجحنا كمان نقول له دروس خصوصيه والحصه بالشيء الفلاني، حرام. يا سلام على الضمير. لك حق يا سلوى في كل اللي قلتيه على الاستاذ. هي قالت لك حاجه عني؟ بصراحه ايوه، من ساعه ما شافتك امبارح وهي ما بطلتش شكر فيك. اسمع يا ولد. نعم. لو جبت لك شغلانه بمرتب 250 جنيه تسيب الحكومه وتتفرغ للشغلانه دي؟ 250 جنيه في السنه؟ لا، في الشهر طبعا، وهيزيدوا بعد كده. 250 جنيه في الشهر؟ انا عايز كوبايه ميه، عايز كوبايه ميه، ولا بلاش ميه، انا عايز اروح الحمام، عايز اروح بتاع الحمرة دي بتعمل ايه؟ 250 جنيه، 250 جنيه في ده انا مش هسيب الحكومه، ده انا اسيب انا موافق، انا خدام الوظيفه الجديده من دلوقتي يا فندم. طب مش تفكر الاول؟ افكر ايه؟ هي دي عايزه تفكير؟ افكر ايه؟ ده انا عقبال ما اخرج من معاش ما هي مش هتوصل لربع المبلغ ده. واطمن، الشغل مع سلوى ما فيهوش تعب خالص. يا ست نرجس، احنا رجاله جدعان قوي وبتوع شقه، بس كمان يعني نشتغل حلو قوي مع الناس اللي تقدر. هو في تقدير بقى بعد كده؟ انت هتكون السكرتير الخصوصي للمؤسسه دي كلها. وانا اوعدك اوعدك انك مش هتندمي على اختيارك ليا. خلاص، يبقى اتفقنا. بكرة هبعت لك العربية لغاية البيت، تروح بيها المدرسة الأول، تقدم استقالتك، بعد كده تجيني هنا عشان تستلم شغلك. هتبعتي لي العربية في الحرف في البيت عندي يعني؟ آه. عربية بسواق وبنزين وحاجات زي كده؟ طبعًا عربية، أمال إيه؟ عربية بحصان وبرسيم؟ أنا كنت جاي وعارف إن أنا هطلع من هنا مجبور الخاطر، لكن لم أكن أتصور إن المسألة هتبقى فيها انفتاح بالشكل ده. دي بركة دعاء الوالدين يا أستاذ مرسي. أي والله، أي والله. روحي يا شيخة، روحي، ربنا سلام عليكم. وده كلام تقوله يا مرسي؟ الله، يابا هو يبقى عيب لما الواحد يحسن مركزه.
يا ابني مركزك في مدرستك. ده انت دلوقتي مدرس قد الدنيا. قد الدنيا منين؟ بلا نيله. احنا هنكدب على بعض. ده النظم مالناش فريق من كتر الشغل. والمهيبه اديها لك كل شهر وعلى يدك ما بتعملش حاجه. واجي اقول لك ادي دروس خصوصيه تقول لي متاجره في العلم حرام. يا ابني ده انت في وظيفه حكوميه. حكوميه ايه بس ياما؟ التفكير ده زمانه. الواحد الايام دي لازم يعرف يقرش فين ويروح له. انا بصراحه فتح لي باب الحظ النهارده. اقفله بايدي يا اخوانا. يا مرشي يا مرشي انا ابوك اكبر منك وعارف مصلحتك. وانا ابنك واصغر منك وعارف اللي انا بقوله. لو نفذت اللي في دماغك ده تبقى بتخرج عن طوعي يا مرشي. يابا انا بخرج عن طوعك ولا حاجه لغايه ما في الامر انا بحكم عقلي. بطلع ياض خليني اعرف اكلم كبير العيله. انتوا عارفين انا هركب ايه بكره الصبح من قدام الباب؟ هتركب ايه يا ابني؟ عربيه ملاك بسواق. وكلها كام شهر انا كمان ياما واجيب عربيه نراخ واخدكم افسحكم وافرجكم على الدنيا كلها. لا يا سيدي فرج روحك انت. احنا خلاص بعنا الدنيا واشترينا الاخره. انا بقى اشتريت الاثنين وعايز اتمتع بالدنيا واتنعم في الاخره يا حاج. يلا يا ام مرسي على اوضتنا. انا من النهارده ماليش دعوه بيه. خلاص يا ست كاننا ما خلفناش. استنى بس يا حاج الكلام اخد وعطى. هتفضلي واقفه لي زي قرد قطع كده؟ عيب مني انا كمان. الله اخد من وشك واريحك. مش عارفه يا مش عارفه في حياتي خالص فاهمه ولا لا؟ عايز انام كويس. عايز اصحى الصبح وانا فايق عشان اعرف استلم الشغل. مش كل الشغل الشغل. ما بتعيطيش ليه؟ ولا لازم تعيطي قدامي يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الراجل بيعمل فيا ايه من غير مناسبة؟ صباح الخير يا عرس. اهلا مرسي بيه. اتفضل. مركب قدام جنب سعادتك. لا ما يصحش سيادتك النهارده الكل في الكل. شوف يا عبس لازم تعرف ان انا راجل متواضع جدا. المراكز عمرها ما تغيرني. طبعا ما واضح اهو. اول قرار ليا هيكون علاوه لمرتبك. ربنا يخليك يا بنجاري يا سيدي البنجاريه كلهم. اركب بقى. اتفضل يا بيه. السلام عليكم يا رجاله. عاش عز يروح الزمالك. انا استاذ مرسي. اركب اتوبيس 13. السلام عليكم يا أمه. ربنا يحلى يا أمه. السلام عليكم يا فتحي.